بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الأستاذ الدكتور أحمد وفا، أستاذ أمراض القلب بكلية طب المنصورة. النهاردة بأكلمكم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو مرض ارتفاع ضغط الدم، أو زي ما بنسميه القاتل الصامت. ليه بيسموه القاتل الصامت؟ لأن في 90% من حالات ارتفاع ضغط الدم مفيش أعراض، المريض ما بيشتكيش من أي حاجة، ولكن ضغطه عالي ويبدأ يسبب له مشاكل. طيب امتى بنقول ان الشخص ده ضغطه عالي؟ المريض لو وصل ضغطه الى 140 على 90 فما فوق اصبح مريض للضغط، واصبح في عرضة ان يحصل له المشاكل الكتيرة اللي ممكن تحصل مع ارتفاع ضغط الدم. ايه هي المشاكل دي؟ ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي الى مشاكل في القلب، منها هبوط عضلة القلب، منها امراض الشريان التاجي، جلطة القلب، ممكن يؤثر على الاعصاب والمخ، فممكن يؤدي الى جلطة المخ او نزيف بالمخ، بيؤثر على شبكية العين، بيؤثر على الكلى، ممكن يؤدي الى مرض الفشل الكلوي، وممكن يؤدي الى الوفاة، عشان كده بنسميه القاتل الصامت. لذلك النهاردة كل التوصيات الطبية بتوصي ان اي انسان وصل لسن 30 سنة لازم يتابع ضغطه بانتظام على الأقل مرة كل سنة، بحيث أن ضغطه لو وصل لل 140 على 90 يبدأ ينظم حياته، يبدأ يتلقى العلاج المناسب عشان يمنع المشاكل اللي بتحصل مع ارتفاع ضغط الدم. المشكلة عندنا كبيرة جدا في مصر، لأن عندنا نسبة ارتفاع ضغط الدم بين المصريين حوالي 26%. للأسف 24% بس منهم اللي يعرف عنده أنه عنده الضغط، نصهم بس اللي بياخد العلاج، وحتى اللي بياخد العلاج 8% بس هو اللي بيوصل للرقم اللي يقدر يحميه من الأمراض اللي احنا قلنا عليها، اللي هو يبقى أقل من 140 على 90. إزاي أبدأ أحافظ على نفسي؟ يبقى متابعة الضغط، ولو أنا إنسان مدخن يبقى لازم أبطل التدخين، أبدأ أخف الملح في الأكل، لو أنا وزني زايد لازم أخس، لازم أبدأ أمارس الرياضة، مهم جدا جدا. ضغوط الحياة والعصبية والنرفزة والتوتر أقلل منها على قد ما نقدر، بحيث إن أنا أقدر يعني أتحكم في عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. مرة تانية بنقول نحفظ الرقم ده، ضغطك لازم يكون أقل من 140 على 90. الإرشادات الطبية الحديثة بتقول لا، الأفضل كمان يكون 130 على 80، عشان تقدر تحافظ على قلبك وعلى مخك، على أعصابك، على كليتك، تقدر تعيش حياتك بصورة طبيعية. تمنياتي لجميع المرضى بالشفاء العاجل، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.